بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس مات كو ال. المهم في هذه الحصه غادي ان شاء الله غادي نكملوا مع لي زانتيغرال سامبل، وغادي نشوفوا لانتيغرال لانتيغراسيون بالنسبه للشونجمون دو فاريابل. صافي، كاينه هنا جبت واحد التمرين، هو يعني هاد لي زانتيغرال مقتطفين من دي زيكزامون، التمرين رقم 5 اللي تلقاوه في صندوق الوصف. اذا قال لك اليد دو شونجمون دو فاريابل كالكول، عندنا ثلاثه ديال لي زانتيغرال عند تدربوا فيهم هادو من دي زيكزامون. صافي، من بعد راه غادي نوصلوا للبارتي مي فين غنوليو نخدموا لي زيكزام، غيكون عندنا واحد السوجي ولا كيقول لك كالكولي واحد لانتيغرال ولا المهم داك الساعات غادي نوليو كل حاجه نفهموا ليه يعني داك القواعدات ديالو. اذا بالنسبه لانتيغرال رقم واحد اللي هو اي ان، عطاونا اي ان اللي هو لانتيغرال من 0 لواحد ديال دي اكس على واحد زائد ليكسبونونسيال دو اكس. والشونجمون دو فاريابل اللي بغاونا نديرو هو اننا نوضعو تي كيساوي لينا ليكسبونونسيال ديال ناقص اكس. صافي، اذا هذا هو الشونجمون دو فاريابل اللي بغاونا نديرو. اذا دابا باش ندير انا الشونجمون دو فاريابل تي كتساوي ليكسبونونسيال ناقص اكس، ما فيها باس غنجي ندير لو اون بوز، غنوضع تي كيساوي ليكسبونونسيال ناقص اكس. شنو هما الاشياء اللي خصني نجبد؟ خصني نجبد هاد الاكسبونونسيال د اكس اش كيساوي من هنا، من بعد نجبد هاد دي اكس باش نجي نعوض هنا كل حاجه فيها اكس نحيدها تولي كلشي بدرجه تي. حتى لي بورن من كانت اكس كتمشي لزيرو تي فين عادي يمشي، من كانت اكس كتمشي لواحد تي فين عادي يمشي. صافي، هادو اشياء كنهتمو بهم في الشونجمون دو فاريابل. اذا هنا اون بوز غادي نوضعو اون بوز تي شحال كيساوي لينا هو ليكسبونونسيال ديال ناقص اكس. صافي، اذا من هنا من وضعنا تي هو ليكسبونونسيال ناقص اكس، عندي الاشتقاق ديال تي بدلاله شنو؟ بدلاله اكس، يعني دي دو تي سوف دي اكس، حيت هنا عندنا تي اون فونكسيون ديال اكس، يعني الاشتقاق تي خصو يكون اون فونكسيون ديال اكس. شنو هو الاشتقاق ديال ليكسبونونسيال ناقص اكس؟ هو الاشتقاق ناقص اكس اللي هو ناقص واحد فاش في الاكسبونونسيال ديال ناقص اكس. اذا من هنا الى بغينا هاد دي تي، صافي انا بغيت ولا عفوا نجبدو دي اكس، الى بغينا انطلاقا من هنا دي اكس كي عندي نجبد دي اكس هي، يعني هنا عندي المقلوب غتولي ليا دي اكس على دي تي، وهنا عندي المقلوب هنا ناقص واحد هي، حيت ناقص واحد على يعني ولا واحد على ناقص واحد راه هي ناقص واحد، وهنا عندي الواحد علاش؟ على الاكسبونونسيال ناقص اكس. صافي، شنو هو الاكسبونونسيال ديال ناقص اكس؟ الاكسبونونسيال ديال ناقص اكس راه هو يعني الا طلع للفوق غيولي هو الاكسبونونسيال ديال اكس، ولكن انا ما عاديش نطلعو دابا. اذا هنايا الا بغيت دي اكس بالنسبه لهذا السيلو هذا حيدوه ها هو واحد اخر، الا بغيت من هنا دي اكس دي تي طلع غتولي ليا هنا دي تي علاش؟ على هنا ناقص دي تي على الاكسبونونسيال ديال ناقص اكس. ولكن مازال عندي المشكل انا هنا في انني جبدت دي اكس دلاله اكس، اذا هاد ليكسبونونسيال ناقص اكس ما خصهاش تبقى. انا شنو درت؟ اون بوز وضعت ان تي هو ليكسبونونسيال ناقص اكس. اذا هاد ليكسبونونسيال ناقص اكس باش نوضعو باش نبدلو نبدلو تي، اذا انطلاقا من هنا دي اكس شنو هي؟ راه هي ناقص دي تي على تي. مزيان، مازال عندي حاجه اخيره خصني نبدلها هي هاد ليكسبونونسيال دو اكس، ما خصهاش تبقى ليا، اذا خصني نبدل ليكسبونونسيال دو اكس. ليكسبونونسيال دو اكس انطلاقا من هنا انا شنو وضعت؟ وضعت بلي تي هي ليكسبونونسيال ناقص اكس. الا درنا المقلوب واحد على تي شحال كتساوي ليا؟ هي واحد على الاكسبونونسيال ناقص اكس. شنو هو ليكسبونونسيال؟ واحد على الاكسبونونسيال ناقص اكس راهو كيطلع للفوق كتبدل الاشاره كيولي هو ليكسبونونسيال اكس. اذا بالنسبه ليكسبونونسيال اكس شنو هو؟ راه هو واحد على تي. هادو الاشياء المهمه اللي عندنا دي اكس او ليكسبونونسيال دو اكس، حيت هما اللي عندنا في هاد لانتيغرال هاد. مازال حاجه اخيره هما لي بور 0 و 1، مين كانت عندي اكس، اكس كانت كتمشي هنا ل 0 وهنا كتمشي ل 1. اذا غنبداو، مين كانت اكس كتمشي ل 0 ولا مين كانت اكس كتساوي 0 بالنسبه لتي شحال غتولي كتساوي؟ هنا تي وضعنا تي هي ليكسبونونسيال ناقص اكس، اذا اكس مين مشات ل 0 تي فين مشات؟ ليكسبونونسيال ناقص 0 هي ليكسبونونسيال 0 اللي هي 1. ومين كانت اكس كتمشي ل اش، مين كانت اكس كتمشي ل 1 تي فين مشات؟ هنا غنعوض اكس باش بناقص واحد حيت عنبدا غنعوض اكس بواحد حيت اكس هنا كتمشي لواحد، اذا تي فيها تمشي غتمشي للاكسبونونسيال ديال ناقص واحد، يعني تي تولي كتساوي الاكسبونونسيال ديال
ناقص واحد اللي هي واحد على او حيث ان او هو جوج فاصله 71 تقريبا صافي. اذا هادو هما الاشياء المهمه اللي عندي. دابا يمكن لي نجي نخدم على هاد الانتيغرال بسهوله صافي. اذا دابا هادو الاشياء اللي كان خصني نجبد حتى انا جبدتهم. دابا خصني نرجع لهاد الانتيغرال. اذا هنا غادي نمسح صافي ولا نكتب بعدا الانتيغرال كي غادي يولي الشكل ديالو. يعني هاد الانتيغرال اي ان كيفاش غادي يولي ليا هو الانتيغرال. حنا دابا ولات عندنا تي صافي. هنا كلشي غادي يولي اون فونكسيون ديال تي. اذا هنا مين كانت اكس كتمشي لزيرو تي في كانت كتمشي لواحد. مين كانت اكس كتمشي لواحد فين كتمشي تي الاكسبونونسيال ناقص واحد اللي هي واحد على او صافي. هنا دي اكس باش غاتبدل بناقص دي تي على تي ناقص دي تي ولتحت تهبط واحد تي عامل. هنا عندي واحد غتبقى واحد والاكسبونونسيال ديال اكس غاتبدل واحد. وهنا زائد شنو هي الاكسبونونسيال ديال اكس؟ راه هي واحد على تي. يعني واحد زائد واحد على تي. اذا هذا هو الشكل ديال الانتيغرال ديالي الجديد صافي من درت شونجمون دو فاريابل. اذا دابا بالنسبه ليا يمكن لي نمسح هنا صافي. يعني مابقاش عندي اشكال في انني نمسح. اذا بالنسبه للانتيغرال اي ان شنو ولا كيساوي ليا هو الانتيغرال موان زان غادي تخرج هي هنا الانتيغرال من اش من واحد لواحد على او ديال اش ديال دي تي. وهنا نشر تي في واحد هي تي. وبالنسبه ل تي في واحد على تي شحال هي تي في واحد على تي؟ راه هي واحد صافي مزيان راه هي واحد. اذا لاحظ معايا بلي هاد الانتيغرال هذا سهل بزاف صافي ولا سهل بزاف. اذا لاحظ معايا بلي انا ولات عندي دي تي على تي زائد واحد. الا جيت سولتك قلت لك شنو هو الشقاق ديال واحد يعني الشقاق ديال تي زائد واحد. تي زائد واحد بخيم شنو هو الشقاق ديال تي؟ هو واحد. والشقاق ديال واحد هو زيرو. اذا الشقاق تي زائد واحد هو واحد صافي. وها هو واحد عندي الفوق. اذا هنا شنو عندي؟ عندي او بريم على او صافي. او بريم على او كنعرفوا بلي لانتيغرال ديال او بريم على او راه هو الان دو لا فالور ابسولي ديال اي. وما ننساش هنا بلوس الكونستان صافي. هو الان دو لا فالور ابسولي ديال او وما ننساش الكونستان. اذا بالنسبه ليا اي ان كي غادي يولي دابا اي ان راه هو ناقص. وهنا غادي نفتح هنا لانتيغرال ديال دي تي على تي زائد واحد شحال هو؟ راه هو الان دو لا فالور ابسولي تي زائد واحد. الان دو لا فالور ابسولي تي زائد واحد. وما ننساش هنا لانتيغرال من اش من واحد لواحد على او صافي مزيان. اذا دابا بقى ليا غير نعوض بواحد ونعوض بواحد على او وغادي يخرجوا ليا القيم. اذا بالنسبه لهاد الانتيغرال هذا يعني من درت شونجمون دو فاريابل راه ولا ساهل. اصلا باغ بارتي في شونجمون دو فاريابل راه ما كنديرهم الا وانهم كيسهلوا علينا. اذا هنا هاد الموا ممكن تدخل لداخل وممكن تبدل هاد لي بورن هادو صافي. يعني يولي واحد هو اللي الفوق وواحد على او هو اللي لتحت صافي. اذا هنايا ممكن تدخل الموا ولا نخليوها برا ما كاين حتى شي اشكال. هنا عوض بواحد على او يعني الالان ديال عوض تي بواحد على او يعني واحد على او زائد واحد. وهنا ناقص عوض بواحد ناقص الالان ديال اش ديال واحد زائد واحد. اذا بالنسبه لهنا اي ان اش ولا كيساوي ليا اي ان؟ ادخل عليهم الموانزه هنا ناقص مع ناقص تولي زائد واحد زائد واحد هي جوج. يعني هنا الالان ديال جوج. وبالنسبه لهنا عندي الالان هنا ناقص واحد تضرب في هاد الالان ديال واحد على او زائد واحد شحال تولي ليا؟ هي ناقص الالان هنا واحد على او زائد واحد راه على واحد تي المقامات تولي الفوق واحد زائد او على او حيت هنا ضربتي في او مزيان. كنعرفوا واش يعني واحد العلاقه الا بغيت نزيد نبسط يعني النتيجه ديال هاد الانتيغرال ان الالان ديال ا ناقص الالان ديال بي فما هي الا الالان ديال ا على بي حيث ان ا وبي هما جوج الاعداد يعني خصهم يكونوا ستريكتومون بوزيتيف صافي. يعني اكبر قطعه من الصفر حيت الالان دومين ديفينيسيون ديالو عير من زيرو بلوس لانفيني وزيرو حتى هو خارج حيت الليميت ديالها في زيرو هي موال لانفيني. اذا دابا بالنسبه ليا هنا اي ان انطلاقا من داك القاعده غتولي هي الالان ديال اش ديال جوج على هادشي يعني جوج على اش على واحد زائد او الكل على او
هاد او هادي غادي يطلع لنا الفوق غتولي لي هنا هي الالان ديال جوج او على واحد زائد او صافي مزيان. اذا بالنسبه لهاد لانتيغرال اي ان شنو هي النتيجه ديال تي ان؟ راه ما هي الا الالان ديال جوج او على او زائد واحد صافي مزيان. واحد حنا سالينا هاد لانتيغرال رقم واحد. شوف هادشي واش كيبان لكم مزيان؟ هادشي راه واضح. دابا اجي نشوفو لانتيغرال الثاني اللي عطاونا، عطاونا اي دو. اجي نشوفو هاد اي دو ثاني، نتمنى يكون هذا واضح، يعني اصلا راه حاولت نبسطو حتى يولي ساهل. نشوفو لانتيغرال اي دو وحتى هو بشونجمون دو فاريابل ان شاء الله غادي يولي ساهل. اوكي، اذا بالنسبة لانتيغرال اي دو شنو هو؟ هو لانتيغرال من واحد لجوج ديال واحد على اكس الجذر ديالاش ديال جوج اكس زائد واحد دي اكس. شونجمون دو فاريابل اللي عندنا هنا هو تي، غادي توضعو هو جذر جوج اكس زائد واحد. تي هو الجذر جوج اكس زائد واحد، هذا هو شونجمون دو فاريابل اللي عندنا هنا، هو راه عاطيه لينا. اذا ممكن في ليكزام ما يعطيه ليكش، ولكن حنا دابا كنتدربو على هادشي في ليكزام. حنا غادي نوليو صافي، حنا نشوفو دي زيكزام، حنا نوليو يعني نشوفو بعينينا كيفاش نجبدوه صافي. اذا بالنسبه لهنا انا غادي نقول ليهم بوز، يعني نوضعو بوز. تي هي الجذر ديال جوج اكس زائد واحد، اذا هنا دي تي سوغ دي اكس، الاشتقاق دي دو تي سوغ دي اكس، الاشتقاق ديال تي بارابوغ ا اكس. شنو هو؟ هو الاشتقاق ديال هادي. هنا عندي يعني الجذر هي اس واحد على جوج، هانت حيت الجذر راه هي اس واحد على جوج، اس واحد على جوج. الاشتقاق ديال اف اس ان شنو هي؟ هي ان، يعني هاد واحد على جوج عتهبط. فاش في الاشتقاق ديال هاد اف، الاشتقاق ديال جوج اكس هو جوج، الاشتقاق ديال واحد زيرو. فاش مضروبه في هاد الداله اف اللي هي جوج اكس زائد واحد، شنو اس داك ان يعني اس واحد على جوج وناقص واحد لواحد صافي مزيان. اذا بالنسبه لهنا دي تي سوغ دي اكس شحال كتساوي ليا؟ دي تي سوغ دي اكس هنا عاد تولي ليا واحد على جوج، هانتي جوج مع واحد على جوج مشات. هنا جوج اكس زائد واحد اس واحد على جوج ناقص واحد، شحال هي واحد على جوج ناقص واحد؟ راه هي ناقص واحد على جوج. اذا هنا تولي اس تولي اس ناقص واحد على جوج، يعني تولي جوج اكس زائد واحد اس ناقص واحد على جوج. اس ناقص واحد على جوج تهبط لتحت تولي اس واحد على جوج، يعني دي تي سوغ دي اكس راه ما هي الا واحد على جوج اكس زائد واحد اس واحد على جوج. اس واحد على جوج هي الجذر، يعني تولي ليا شنو؟ دي تي سوغ دي اكس راه ما هي الا واحد على الجذر، ما هي الا واحد على الجذر جوج اكس زائد واحد. حنا شنو وضعنا؟ وضعنا تي هي الجذر جوج اكس زائد واحد، يعني جوج اكس زائد واحد اس واحد على جوج هي الجذر ياك. يعني هنا ممكن نبدل هذه بالتي. اذا بالنسبه ليا هنا دي تي سوغ دي اكس شحال تولي كتساوي ليا؟ هي واحد على تي. انا من هنا علاش كنقلب؟ كنقلب على دي اكس اللي كاينه هنا باش نبدلها. اذا بالنسبه ليا هنا دي اكس شحال تكون كتساوي ليا؟ هنا خصني عاوتاني ندير المقلوب، يعني تولي دي اكس على دي تي اش كتساوي ليا؟ هي المقلوب ديال هادي، المقلوب د واحد على تي راه هي تي. اذا انطلاقا من هنا الى بغيت دي اكس شنو هي؟ راه هي تي في دي تي، تي دي تي صافي مزيان. اذا هادي شنو هي؟ هادي راه ما هي الا دي اكس. جبدنا دي اكس، لاحظ معايا بلي عندي هنا واحد الاكس، اذا حتى هاد الاكس خصني نجبدها شحال كتساوي صافي. اذا انا شنو عندي؟ نبدا من هنا من داكشي اللي وضعت، عندي تي كتساوي ليا هي الجذر جوج اكس زائد واحد. كنعرفوا بلي الجذر دائما عطاني شي حاجه موجبه، اذا هاد تي راه موجب على رفع الاوكاري هنا الطرفين، يعني تي اوكاري تتولي ليا هي هاد الجذر جوج اكس زائد واحد اوكاري، يمشي الجذر تبقى هي جوج اكس زائد واحد. اذا من هنا الى بغيت اكس شنو؟ جوج اكس غادي تبقى كتساوي ليا هاد واحد غيمشي للطرف الثاني تولي تي اوكاري ناقص واحد. ومن هنا الى بغينا اكس شنو هي اكس؟ راه هي تقسم على جوج، يعني واحد على جوج هنا في تي اوكاري ناقص واحد. اذا هذه هي الاكس اللي عندي انا. جبدنا تي اكس
جبدنا اكس هذه راه هي تي شنو بقات لينا قال لينا لي بو مين كانت اكس كتمشي لواحد فين تي كتولي كتمشي مين كانت اكس كتمشي لجوج فين ولات تي كتمشي اذا مين كانت اكس كتمشي لواحد تي فين ولات كتمشي تي راه عندها علاقه باكس ياك تي راه عندها علاقه باكس تي عندها علاقه باكس اذا هنا تي هي جذر ديال جوج اكس زائد واحد اذا اكس مين كانت كتمشي لواحد عوض اكس هنا بواحد جوج في واحد جوج زائد واحد هي ثلاثة يعني تي فين ولات كتمشي جذر ثلاثة اذا تي كتساوي جذر ثلاثة ومين كانت اكس فين دايرينها هنا كتمشي لجوج مين كانت اكس كتمشي لجوج بالنسبة لتي فين ولات كتمشي هنا جوج في جوج ربعة زائد واحد خمسة يعني ولات كتمشي لجذر خمسة صافي مزيان اذا هادو الاشياء اللي غادي نحتاجها دابا نقدر نشد هاد لانتيغرال هذا صافي نقدر نشد هاد لانتيغرال يعني دابا بسهولة غادي نجي لهاد اي دو غادي ندير داكشي يعني هاد شونجمون دو فاريابل وهادشي كامل اللي جبت غادي نعوض غيولي كلشي اون فونكسيون وراه بالضرورة من بعد ما كدير شونجمون دو فاريابل كيخرج داكشي انتيغرال ساهل اذا بالنسبة لهنا اي دو اش غيولي هو لانتيغرال مين كانت اكس كتمشي لواحد تا فين مشات مشات لجذر ثلاثة ومين كانت اكس كتمشي لجوج فين مشات تي مشات لجذر خمسة ديال دي اكس شنو هي دي اكس راه هي الا تي فوا دي تي مقسومة على ايش اكس مقسومة على اكس شنو هي اكس اكس راه ما هي الا واحد على جوج تي او كاري ناقص واحد هي اكس هي واحد على جوج عامل تي او كاري ناقص واحد وبالنسبه لهذا الجذر جوج اكس زائد واحد راه هي اللي درنا بها الشونجمون دو فاريابل يعني هي تي صافي يعني هي تي اذا لاحظ معايا عندك واحد تي هنا الفوق مع تي لتحت مشات ياك هنا واحد على جوج غادي تقلب عاد تطلع للفوق غتولي هنا كاينه جوج يعني يولي هنا هو لانتيغرال من جذر ثلاثة لجذر خمسة ديال جوج دي تي وهنا مقسومة على ياش على يعني واحد على جوج هي تقلبات طلعت للفوق ولات هي جوج مقسومة على تي او كاري ناقص واحد صافي هنا هاد جوج كونستون غادي تخرج من لانتيغرال غيبقى لانتيغرال من جذر ثلاثة الجذر خمسة ديال دي تي على تي او كاري ناقص واحد ايوا دابا غادي نجي نهتم بهاد واحد على تي او كاري ناقص واحد شحال كتساوي عشناها حتى في الكود عشناها حتى مزيان عشناها في الفاكتوريزاسيون ديال واحد الفاكتور ولا ديكومبوزيسيون دان ان اليمون سامبل بالنسبه لواحد فراكسيون راسيونيل يعني دابا عندي واحد على واحد على تي او كاري ناقص واحد مزيان شنو هي تي او كاري ناقص واحد متطابقة هامة يعني هي واحد على تي زائد واحد عامل تي ناقص واحد صافي مزيان اذا بالنسبة لي هنا غادي تفرق هادو بجوج يعني تكون ا واحد العدد ا غادي شناها في الفراكسيون غاسوني يعني تكون واحد ا على هاد تي زائد واحد زائد واحد العدد بي او بي اعداد حنا نجبدهم على هاد تي ناقص واحد الا بغيت ا و بي يمكن مجموعة الطرق ممكن نضرب هادي ضربها فاش تي زائد واحد وتعوض باش هاد تي زائد واحد فين كتنعدم في ناقص واحد ولا تجبد أ ولكن حنا ندير معاك هاد الطريقة الاعتيادية هي شنو هنا توحد المقامات واحد ليا المقامات هنا يعني هنا أ توحد المقام هي أصلا عندها تي زائد واحد توحد تي ناقص واحد اللي كاينة يعني أ ضربها في تي ناقص واحد أ في تي هي أ تي وبالنسبة لأ في ناقص واحد هي ناقص أ هنا عاوتاني توحد المقامات هنا باش توحد تي زائد واحد يعني هاد الضربه في تي زائد واحد بي في تي هي بي تي وبالنسبة لبي في واحد راه هي بي هادشي مقسوم على ياش على تي زائد واحد في تي ناقص واحد على تي زائد واحد في تي ناقص واحد صافي اذا دابا بالنسبة ليا هنا هاد واحد على تي او كاري ناقص واحد شتولي كتساوي ليا هنا عمل بالتي الفوق غتولي ليك تي عامل ا زائد بي حيت تما عندك تي في ا وتي في بي وهنا عندك بي ناقص ا زائد بي ناقص ا هادشي علاش على تي زائد واحد عامل تي ناقص واحد ايوا لاحظ معايا هاد واحد على تي او كاري ناقص واحد راه هي نفسها واحد على تي زائد واحد في تي ناقص واحد يعني هنا هادي راه هي نفسها واحد على تي ناقص واحد تي زائد واحد ياك وعندي المقارنة ديالك دا
داكشي اللي كاين هنا مضروب في اكس راه كيساوي داكشي ولا هنا عندنا تي داكشي اللي كاين هنا مضروب في تي راه هو نفس الشيء اللي كاين هنا مضروب في تي وداكشي اللي عدد هنا هو نفس العدد اللي هنا فاش مضروبه تي هنا في زيرو راه زائد زيرو فوا تي اذا هادشي اللي مضروب هنا في تي راه هو زيرو يعني ا زائد بي راه هو زيرو وبالنسبه لهذا العدد اللي كاين هنا هو نفس العدد اللي كاين يعني هذا بي ناقص ا راه هي واحد بي ناقص ا راه ما هي الا واحد اذا بالنسبه ليا هنا اش غتكون ا هي ناقص بي و بي هي ناقص ا اذا بيناتهم علاقه اذا ا هي ناقص بي اذا ممكن هنا لتحت باش نعوض ا نعوضها بناقص بي صافي ا نعوضها بناقص بي ناقص يعني تولي لي بي وهنا اصلا عندي ناقص و ا باش تعوضها بناقص بي يعني ناقص ناقص بي اش كتساوي لي هذه كتساوي واحد اذا بالنسبه ليا هنا ا اش كتساوي هي ناقص بي خليها بلاتي هنا بي ناقص ناقص بي هي بي زائد بي اللي هي جوج بي جوج بي كيساوي واحد اذا بالنسبه لبي شنو هي راه هي واحد على جوج و ا شنو هي هي ناقص بي يعني ا هي ناقص واحد على جوج ايوا دابا غادي نرجع من هنا نعوض ا ونعوض بي ا باش نعوضوها ناقص واحد على جوج و بي باش تعوض بواحد على جوج صافي مزيان اذا هادشي اللي درنا كامل باش نلقاو او بي حيت هادي في لانتيغرال ديالو ساهل صافي اذا هنا هاد واحد على تي او كاري ناقص واحد شنو هي ناقص واحد على جوج على تي زائد واحد على جوج على تي ناقص واحد وصافي هادشي هذا كامل دابا نمسحو انت ما تمسحوش الورقات كتقولي ولكن انا على حسب المساحه وصافي اذا بالنسبه لهاد لانتيغرال هذا اللي هو اي دو شنو اللي كيساوي ليا هو لانتيغرال هنا يعني هنا غادي تفرق صافي هنا واحد على تي اوكاري ناقص واحد غادي نبدلها بهادي كامل اذا هنا اش تولي ليا لانتيغرال من جذر 3 لجذر 5 ديال اش ديال هاد واحد على تي اوكاري ناقص واحد باش نبدلها بناقص واحد على جوج مضروبه في اش واحد على تي زائد واحد وهنا زائد واحد على جوج مضروبه في اش تي في واحد على تي ناقص واحد في واحد على تي ناقص واحد هادشي كامل فاش فوا دي تي هادشي كامل فوا دي تي اذا بالنسبه ليا هنا هاد ايدو هادي شحال تولي غادي تفرق هنا لانتيغرال ديالهم هنا ناقص واحد على جوج دي تي على تي زائد واحد يعني ناقص واحد على جوج كونستانت تخرج ناقص واحد على جوج غيبقى غير لانتيغرال ديال اش ديال دي تي على اش على تي زائد واحد وبالنسبه لهنا واحد على جوج كونستون غتخرج من لانتيغرال واحد على جوج وهنا لانتيغرال من اش من جذر 3 لجذر 5 ديال اش ديال دي تي على تي ناقص واحد صافي اذا بالنسبه ليا هنا لاحظ معايا دابا غادي نبدا بهاد لانتيغرالات هنا راه من جذر 3 لجذر 5 لاحظ معايا هنا هاد لانتيغرال هنا شنو عندي عندي دي تي على تي زائد واحد الا قلت لك شنو هو الشقاق ديال تي زائد واحد الشقاق تي زائد واحد هو واحد وراه هو اللي كاين هنا الفوق ها هو واحد ولا قلت لك شنو هو الشقاق تي ناقص واحد الشقاق تي هو واحد والشقاق ناقص واحد زيرو اذا الشقاق ديال هذه راه هي واحد راه هو اللي كاين الفوق اذا عندي او بريم على او كنت كاتبها هنا هي الالين لا فالور ابسولي ديال تي اذا هنايا اذا نرجعوا لهنا الاول اذا بالنسبه ليا هنا اش غادي تولي هاد اي دو راه هي ناقص واحد على جوج هنا هاد لانتيغرال ديال دي تي على تي زائد واحد شنو هي راه هي الالان لا فالور ابسولي ديال تي زائد واحد من هاين لهاين من جذر 3 لجذر 5 من جذر 3 لجذر 5 وهنا عندنا زائد واحد على جوج وبالنسبه لانتيغرال دي تي على تي ناقص واحد شنو هو الالان لا فالور ابسولي ديال اش ديال تي ناقص واحد من اش من جذر 3 لجذر 5 اذا بالنسبه ليا اي دو هنا اش تولي كتساوي هنا لاحظ معايا هنا عندي هاد واحد على جوج واحد على جوج ممكن هنا نعوض بلاش بلا حتى شي حاجه المهم انا نعوض هنا هانتي ناقص واحد على جوج هنا بدا تعوض عوض بجذر 5 يعني الالان لا فالور ابسولي جذر 5 زائد واحد صافي جذر 5 زائد 1 ناقص عوض بجذر 3 ناقص الالان ديال لا فالور ابسولي جذر 3 زائد 1
وهنا عاوتاني برا عندي زائد واحد على جوج عامل عمل يعني عوض بجذر خمسة يعني الآلان لا فالور ابسوليت جذر خمسة ناقص واحد ناقص عوض بجذر ثلاثة ناقص الآلان لا فالور ابسوليت جذر ثلاثة ناقص واحد جذر ثلاثة راه كبر من واحد يعني راه تكون قيم موجبة هذيك نشوفو إذا بالنسبة ليا هنا باش نعطيو غير القيمة العددية وخا هادشي التعويض راه ساهل تكملو غير نتا بيدك هنا إي دو شكي ساوي لينا ناقص واحد على جوج عدت نسال هادشي تولي ناقص واحد على جوج الآلان ديال لافالوغ ابسوليت بالنسبة لجذر خمسة زائد واحد راه موجبة يعني ممكن تحيد لافالوغ ابسوليت ديال جذر خمسة زائد واحد وهنا ناقص واحد على جوج ناقص واحد هي زائد واحد على جوج الآلان ديال جذر ثلاثة زائد واحد راه موجبة يعني هنا ديال جذر ثلاثة زائد واحد وهنا زائد واحد على جوج مضروبة في زائد واحد على جوج مضروبة في الآلان هنا راه جذر خمسة تلقاها كبر من ناقص واحد صافي حيت جذر خمسة أوكاري هي خمسة خمسة كبر من واحد أوكاري اللي هو واحد إذا هنا الآلان ديال جذر خمسة يعني تحيد لافالوغ ابسولي ناقص واحد وهنا عندي واحد على جوج في ناقص يعني ناقص واحد على جوج في الآلان هاد لافالوغ ابسولي غتمشي حيت جذر ثلاثة كبر من واحد يعني هنا جذر ثلاثة ناقص واحد صافي ممكن هنايا هادشي اللي فيه ناقص واحد على جوج يعني ممكن تعمل ولا تحسب القيم العددية الآلة حاسبة وخا يعطيك داكشي بالفاصيل صافي إذا بالنسبة لإي دو راه هادي هي القيمة العددية ديالو باقي لنا اخر انتيغرال اللي هو اي 3 صافي غنشوفو اي 3 اللي عطاونا فيه السينوس والكوسينوس اذا بالنسبه لاي 3 تاو ممكن تكملوه بوحدكم يعني انت اصلا كان عليا نقول ليكم المثال الثاني يعني توقف الفيديو تخدمو بوحدك باش الا خدمتيه مو وحدك يكون حسن بلاش ما تضيع الوقت هنايا فاش انك كتفرج يعني تخدم بوحدك يكون حسن اذا اي 3 شنو هو اي 3 هو الانتيغرال من 0 لبي ديال اش ديال السينوس كوس 3 ديال اكس على اش على 2 زائد كوسينوس ديال اكس دي اكس شونجمون دو فاريابل اللي عطانا هنا هو قال لك وضع تي هي الكوسينوس سوا شونجمون دو فاريابل اللي عطاه لينا هنا انك توضع تي هي الكوسينوس ديال اكس اذا هنا نجيو نقولوها له اون بوز لي تي هي الكوسينوس ديال اكس مزيان اذا بالنسبه ليا من وضعت تي هي الكوسينوس اذا دي تي سوف دي اكس شايف كيساوي ليا دي تي سوف دي اكس الشقاق ديال الكوسينوس شنو هو هو ناقص سينوس اذا ناقص سينوس ديال اكس مزيان اذا من هنا الى بغيت دي تي شنو غتكون دي تي راه هي ناقص سينوس اكس فوا دي اكس يعني ناقص سين ديال اكس فوا دي اكس غتقول لي انت في العاده كتمشي تقلب على دي اكس كتجبدها ودابا جبتي دي تي علاش غنقول لك بان لي السينوس الفوق عندي السينوس اوس 3 اذا من هنا نقدر نخرج هاد السينوس صافي اذا عندي السينوس اوس 3 نقدر نخرج السينوس كيفاش لاحظ معايا هاد لانتيغرال اي 3 كي عادي يولي اي 3 ما نبدل ما نعوض ما حتى شي حاجه دابا اي 3 شنو هو الانتيغرال من 0 لبي ياك ديال السينوس اوس 3 غتولي هي السين او كاري ديال اكس مضروبه في اش السين ديال اكس دي اكس السين ديال اكس دي اكس شنو هي هاد ناقص تمشي لهاد الطرف هي ناقص دي تي غنبدل هادي بناقص دي تي مقسومه على اش على واحد زائد الكوسينوس دو اكس ولا جوج غتقول لي بقى لينا المشكل في السين او كاري غادي نقول لك كتعرف واحد العلاقه واللي فين تبرهنت عليها في 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 لي فونكسيون هيبربوليك برهنت على هاد العلاقه ديال الكوسوس سينوس بجوج الطرق الكوسينوس او كاري ديال اكس بلس سين او كاري ديال اكس كتساوي راه ماشي دي فونكسيون هيبربوليك هادو غير انا كنت برهنت عليها في داك الفيديو صافي الكوسينوس او كاري دو اكس زائد سين او كاري دو اكس هي واحد اذا من هنا انا اش كنقلب كنقلب على سين او كاري سين او كاري دو اكس شنو هي اما هي الا واحد تجيب الكوس هي واحد ناقص الكوس او كاري دو اكس اذا انطلاقا من هنا سين او كاري دو اكس راه ما هي الا واحد ناقص شنو هي الكوسينوس دو اكس راه هي تي ناقص تي او كار وعنجي نعوض كل حاجه بلاصه هذه هي السين
فوق هذه x هذه هي القوس اللي كاينه في المقام. شنو بقاو ليا دابا؟ بقاو ليا لي فور. مين كيكون x كيمشي لزيرو تي في كيمشي تي هو الكوسينوس ديال x. يعني x زيرو الكوسينوس ديال زيرو هي واحد. ومين كيكون تي كيمشي ولا x مين كيكون كيمشي بي تي في كيكون كيمشي الكوسينوس ديال بي راه هي ناقص واحد. صافي مزيان. إذا لانتيغرال ديالي كيعدي يولي بالنسبة لهاد لانتيغرال إي تخوا إي تخوا راه يولي هو لانتيغرال من أش زيرو مين كانت إكس كتمشي لزيرو تي في مشات لواحد. مين كانت إكس كتمشي لبيز تي في مشات ناقص واحد. يعني لانتيغرال من واحد لناقص واحد ديال أش. بالنسبة لهاد السينوس أوكاري باش قلنا غادي نبدلوه بواحد ناقص تي أوكاري. وبالنسبه لهاد سينوس اكس في الدي اكس شنو هي سينوس اكس في الدي اكس؟ هنا عندنا دي تي هي ناقص سينوس اكس دي اكس. اذا سينوس اكس في الدي اكس غتكون هي ناقص دي تي مضروبه في ناقص دي تي. وهادشي مقسوم على ايش؟ على جوج زائد شنو هي الكوسينوس اكس راهي صافي مزيان. اذا بالنسبه ليا هنا اي تخواش غادي تولي ليا ناقص عادي تخرج ناقص هي ناقص لانتيغرال من واحد ناقص واحد ديال اش ديال واحد ناقص تي او كاري دي تي. هادشي مقسوم على اش؟ على جوج زائد تي. صافي هادشي مقسوم على جوج زائد تي. هنا هاد ناقص ممكن تدخل على لي بورن. كان عندي لانتيغرال من واحد ناقص واحد هاد ناقص مي غتدخل عليه غيولي لانتيغرال من ناقص واحد حتى الواحد. يعني كيتبدل داكشي اللي كان هنا يولي هنا. صافي مزيان. اذا دابا بقات لي هذه خصني نعرف كي ندير لانتيغرال ديالها. دابا اللي غيشوف هذه تبان له شويه صعيبه صافي. ولكن الا كنتي كتعرف ديكومبوزيسيون بالنسبه ل يعني بزاف الحوايج كيدخلوا هنا والديفيزيون اقليديان اللي شفنا يعني داك لي بولينوم وداكشي اللي قرينا في الالجيبر راه ما كيمشيش غير هكا صافي. يعني ما قريناش غير هكا راه يفيدنا دابا حتى في الاناليز. يعني الاناليز والالجيبر راه مشاركين ومترابطين مع بعضياتهم. واخا الموديلات ديال هادو يعني بوحدهم يعني كل واحد والموديل ديالو ولكن راه مشتركين في الخدمه. احنا دابا محتاجين الديفيزيون الاقليديان ديال اش واحد ناقص تي او كاري على جوج زائد تي. يعني ندير الديفيزيون الاقليديان ديال اش ديال واحد ناقص تي او كاري على اش على جوج ناقص هنا خصنا نقلب حيت هادي غتكون ديفيزيون سولو لي بويسون كخواسون. خصني ندير داكشي بالترتيب شكون هو اعلى اس هو ناقص تي او كاري وهنا زائد واحد مزيان. وانا عندي جوج تي هنا بالترتيب تي زائد زائد جوج. اذا بالنسبه ليا هنا فاش نضرب هاد تي باش تعطيني ناقص تي او كاري نضربها في ناقص تي. حيت ناقص تي تي شحال هي ناقص تي او كاري. ناقص تي في تي هي ناقص تي او كاري غتجي لهاد الطرف غتولي هي تي او كاري. شفنا فيديوهات بزاف بالنسبه للديفيزيون الاقليديه ناقص في لي بولينوم تدخل على البلاي ليست ديال لي بولينوم. ناقص تي في جوج هي ناقص جوج تي تجي لهاد الطرف تولي زائد جوج تي. هنا ناقص تي او كاري زائد تي او كاري زيرو واحد زائد جوج تي راه هي جوج تي زائد واحد. دائما الترتيب داكشي لاكبر درجه حتى لاصغر درجه. هنا فاش نضرب هاد تي هادي باش تعطيني جوج تي باينه غنضربها في جوج. جوج في تي شحال هي جوج تي تجي لهاد الطرف تولي ناقص جوج تي. جوج في جوج شحال هي ربعه تجي لهاد الطرف تولي ناقص ربعه. اذا هنا جوج تي ناقص جوج تي زيرو واحد ناقص ربعه راه هي ناقص ثلاثه. اذا شنو هو الاستنتاج من هاد لا ديفيزيون الاقليديه؟ ان هاد ناقص تي او كاري زائد واحد ولا ممكن دابا نكتبها بحال هكا واحد ناقص تي او كاري اش كتساوي ليا؟ هي هادي في هادي زائد هادي يعني هي تي زائد جوج عامل جوج ناقص تي ناقص ثلاثة. صافي هذا كيتسمى بالخارج وهذا الباقي. اذا دابا ممكن نجي نعوض هاد واحد ناقص تي او كاري باش بهادشي. اذا شعلوا لي ليا اي تخوا هو الانتيغرال من اش من ناقص واحد لواحد. يعني داك الناقص اللي كانت عندي هنا دخلات بدلات يعني الترتيب ديال لي بون. اذا هنا واحد ناقص تي او كاري على جوج زائد تي غنخلي جوج زائد تي واحد ناقص تي او كاري نبدلها بهادشي اللي كيساوي اللي هو تي زائد جوج عامل جوج ناقص تي هنا ناقص ثلاثة الكل على اش على جوج زائد تي. هادشي كامل فاش مضروب مضروب في دي تي. اذا هنايا ممكن نمسح هاد لا ديفيزيون الاقليديان اللي درت هنا. شنو غادي يولي لي هادشي؟ غادي يولي لي هو هنا تيتفرق يعني تيتفرق المقام يولي لي لانتيغرال من ناقص واحد لواحد ديال اش
ديال ت زائد واحد ولا ت زائد جوج عامل جوج ناقص ت الكل على ايش؟ على جوج زائد ت دي ت. وهنا عاوتاني ناقص ثلاثة دي ت تفرق عليهم ناقص ثلاثة كونستون كتخرج كيبقى الانتيغرال من ناقص واحد لواحد ديال اش ديال دي ت على جوج زائد ت ديال دي ت على جوج زائد ت. مزيان بالنسبة لهنا لاحظ معايا عندي ت زائد جوج جوج زائد ت مشات صافي مزيان. إذا بالنسبة لهاد الانتيغرال كادي يولي ليا بالنسبة لإدخو شادي يولي كيساوي لي هو الانتيغرال بالنسبة لهنايا مشات ت زائد جوج مع جوج زائد ت بقات جوج ناقص ت تفرقت عليها حتى هي عليها الانتيغرال يولي هنايا الانتيغرال ديال جوج دي تي جوج كونستون تخرج يبقى جوج الانتيغرال ديال دي تي هادشي منين من ناقص واحد الواحد وهنا ناقص تي دي تي وهنا الانتيغرال ناقص واحد تخرج حيت كونستون الانتيغرال من ناقص واحد لواحد ديال اش ديال تي دي تي مزيان وهنا ناقص ثلاثة داك الانتيغرال ناقص ثلاثة الانتيغرال ديال اش ديال دي تي على جوج زائد تي اللي هي تي زائد جوج من ناقص واحد الواحد. الا سولتك على الشقاق ديال ت زائد جوج شحال هو الشقاق ت زائد جوج راه ما هو الا واحد صافي. اذا هنا عندي لانتيغرال ديال او على او بريم ولا او بريم على او اللي هو الان لا فالور ابسولي ديال او. اذا هاد اكس واش غيولي ليا هنا جوج ها هي هنا لانتيغرال ديال دي تي راه ما هو الا تي من اش من ناقص واحد لواحد هنا ناقص لانتيغرال تي دي تي شنو هو تي او كاري على جوج. اذا هنايا هادي هي تي او كاري على جوج من اش من ناقص واحد لواحد. وبالنسبة لهنا لانتيغرال ديال او بخيم على او راه هو ناقص ثلاثة برا وهنا هذا راه هو الالان د لافالوغ ابسولي ديال اش ديال او اللي هي تي زائد جوج من اش من ناقص واحد لواحد صافي مزيان. اذا بالنسبة ليا دابا بقى ليا غير التعويض غادي نعوضو غادي يخرج لينا هادشي بالنسبة لهنا اي 3 شايكو كيساوي ليا هنا جوج وبدا تعوض هنا تعوض باش تعوض بواحد ناقص وتعوض تي باش بناقص واحد خرج لبرا ناقص تعوض شنو تعوض تي بواحد يعني واحد اوكار على جوج ناقص تعوض تي باش بناقص واحد ناقص واحد اوكار على جوج هنا ناقص ثلاثة هنا أتعود بواحد يعني الآلان ديال لافالو أبسوليد واحد زائد جوج ناقص تعود بناقص واحد اللي هي الآلان تي تعود بناقص واحد لافالو أبسوليد ناقص واحد زائد جوج مزيان. إذا بالنسبة لإي تخوا شحال يساوي ليا هنا واحد ناقص ناقص واحد راه هي جوج حيت هادي راه هي واحد واحد زائد واحد جوج جوج في جوج اللي برا هي أربعة هنا عندي واحد على جوج يعني واحد أوكار هي واحد على جوج وهنا ناقص واحد أوكار شحال هي ناقص واحد أوكار راه هي واحد عندي واحد على جوج ناقص واحد على جوج إذا هذه كاملة فين مشات مشات للزيرو هنا بقات لي هذه ناقص ثلاثة في الآلان ناقص ثلاثة في الآلان هنا لافالوغ أبسوليد واحد زائد جوج هي ثلاثة لافالوغ أبسوليد ثلاثة راه هي ثلاثة وهنا ناقص ثلاثة فهاد ناقص تولي زائد ثلاثة فاش في الآلان هنا لا فالوغ ابسوليد ناقص واحد زائد جوج ناقص واحد زائد جوج شحال هي واحد لا فالوغ ابسوليد واحد شحال هي راه هي واحد وكنعرفوا بلي الالان ديالت واحد حيت الالان كينعدم في واحد اذا الالان واحد شحال هي زيرو اذا هذه زيرو شنو بقات ليا هنا بقات ليا هاد اي 3 هادي يعني النتيجه راه هي 4 ناقص 3 الالان ديالت 3 هذه هي النتيجه ديال هاد الانتيغرال هذا وكان اخر انتيغرال عندنا بالنسبه للشونجمون دو فاريابل. اذا الى حصه مقبله ان شاء الله غادي نشوفوا فيها مجموعه التمارين ويمكن غادي نبدا بالنسبه لي زيكزامان خصني نسالي جميع الانواع ديال لي زانتيغرال باش نبداو لي زيكزامان والانواع ديالو بحيت كاينه داك اللي كيكون متعلق بالمتتاليه كاينه بزاف كاين اللي كيقول لك غير حسب المهم حنا نشوفوا. اذا الى حصه مقبله ان شاء الله.